الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية أكل الحلزون في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى النائم في منامه أنه يتناول الحلزون فتلك دليل على الخير والرزق القادم له، والله أعلم. كما تدل الرؤيا على الحصول على نعيم عديد نتيجة العمل الجاد في حياته، وتشير تلك الرؤيا إلى العمل الصالح ومساعدة الآخرين. وتدل أيضا تناول الحلزون في المنام على السمعة الطيبة والأخلاق الحسنة لصاحب الرؤيا، والله أعلم. تدل رؤية قوقعة الحلزون في المنام على الخير والبركة، والله أعلم. كما تدل الرؤيا على تحقيق الأهداف وبلوغ ما يتمناه صاحب الرؤيا، والله أعلم. ربما تدل رؤية صدفة الحلزون في المنام على التعامل مع شخص قريب من صاحب الحلم صفته صعبة، والله أعلم. كما تشير تلك الرؤيا إلى الفرج والعلاقات الاجتماعية المرنة، والله أعلم. تدل رؤية الحلزون الميت في المنام على حاجة الميت إلى الدعاء والصدقة. كما تدل رؤية الميت يأكل الحلزون في المنام على تغيرات إيجابية في حياة صاحب الرؤيا خلال الفترة المقبلة. كذلك فقد تشير تلك الرؤيا إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها الميت ومكانته العالية في الدار الآخرة. وتدل الرؤيا على أيام سعيدة مقبلة بالخير والنجاح على الرأي. رؤية الحلزون الأسود في المنام من الرؤيا الغير محمودة والتي تدل على أشياء مكروهة، فتدل الرؤيا على الوقوع في مشاكل ومصائب كبيرة. كما تشير الرؤيا إلى التعرض لأزمة مالية كبيرة. تدل رؤية حلزون أسود في المنام على المشاكل النفسية والخلافات في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. ربما تدل الرؤيا على فقدان شخص مهم للرأي، والله أعلم. تدل رؤية الحلزون الأبيض في المنام على الحظ السعيد الذي يحالف الرأي في حياته. كما تدل الرؤية على تلاقي الدعم والسند من الأشخاص الذين يحيطون بصاحب الحلم. من يرى في منامه الحلزون الأبيض فتلك الرؤية دليل على الجهد والمثابرة والإصرار على النجاح، والله أعلم. تلك الرؤية تدل على الخير في الحياة الأسر والعمل في حياة صاحب الرؤية، يا والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.